عندنا هنا بيخرج من لما جينا بصينا هنا في تركيب البنكرياس، لقينا ان احنا عندنا في البنكرياتيك اسايناي اللي هو الاكزوكراين، وفي عندنا الايه الاندوكراين. طبعا هو هنا المفروض ان هو بيشرح دور يعني في الحته دي من الكتاب، هو بيشرح دور البنكرياس في الدايجستيف سيستم، في الجهاز الهضمي. فهو بالتاكيد مش هيكلمك عن البنكرياتيك ايلت، او مش هيكلمك عن الجزء الاندوكراين ده، لسه هنجيب له صور تانية. انما دلوقتي هو بيكلمك عن دور البنكرياتيك اكزوكراين في الدايجستيف سيستم، في الجهاز الهضمي. فجاب لك اللايبيز اللي هو اول واحد، ودلوقتي كمان عندنا البروتيوليتيك، البروتيوليتيك انزيمز، ودي اللي هي بتبقى مسؤوله عن البريكنج داون اوف ذا بروتينز، اللي هي بتبقى مسؤوله عن تحطيم البروتينز. وعندنا في نوعين، في البروتينيز وفي عندنا البيبتيديز. خلاص كده، البروتينيز من اسمه بيشتغل على البروتينات الكبيره، البيبتيديز بيشتغل على سلاسل البيبتيدات الصغيره. يبقى البروتينيز ده بيبدا ان هو بريك، بيبدا ان هو يحطم اللارج بروتين كومبلكسز، مركبات البروتينات الكبيره. بينما البيبتيديز لا، ده بيشتغل على البيبتايد تشينز، او على سلاسل الايه البيبتيدات، ويبدا ان هو يحطمها الى الامينو اسيدز، الاحماض الامينيه الايه السخنانه خالص. خلاص كده، يبقى انا عندي كم انزيم بيطلع عندنا؟ غلطي، ثلاثه. خدنا ايه؟ اللايبيز، واخدنا البروتينيز والبيبتيديز، اللي هم الاثنين مع بعض ممكن نسميهم بروتيوليتيك انزيمز، لان هم بيشتغلوا على البروتينات، مع العلم طبعا البروتينيز بيشتغل على المركبات الكبيره، البروتينات الكبيره، البيبتيديز بيشتغل على السلاسل البيبتيديه ويقسمها الى احماض ايه؟ احماض امينيه. طب الانزيمز دي كلها بتطلع منين؟ اه لا، دي بتطلع من البنكرياتيك اساينايد، اللي هو يعتبر البلك الاساسي في تكوين الايه البنكرياس، اللي هي الايه البنكرياتيك، زي ما احنا شايفين البنكرياتيك ايه اسيناي، او السيلز دي اللي هي بنسميها الايه الاكزوكراين سيلز. هنا بقى هنتكلم عن الوظيفه الثانيه للبنكرياس في الاندوكراين سيستم. دلوقتي انا في برانش الاندوكراين ايه سيستم، انا اجي طبعا ادي اخد الايه البنكرياس، شوف حضنه ديدونه ازاي وطلع. طبعا زي ما احنا شايفين شويه معلومات كلها ايه احنا عارفينها، ادي التيل اوف ذا بنكرياس، دي لوبيولز، ده البادي بتاع البنكرياس، دي المين بنكرياتيك داكت، دي الاكسسوري بنكرياتيك داكت، خلاص كده دي الهيد اوف ذا بنكرياس. كل ده هيفتح فين؟ طبعا القنوات دي كلها هتفتح فين؟ في السمول انتستين، تحديدا الجزء اللي احنا بنسميه الايه الديدونم، الديدونم بتاع السمول انتستين. طيب احنا اخدنا بالفعل البنكرياتيك داكت اللي كانت بتنقل الانزيمز زي اللايبيز وزي البروتيوليتيك اي انزيمز، اللي كانت بتنقلها بتطلع من الاكزوكراين سيلز وتترمى في الداكت، وبعدين بتطلع من الداكت وتمشي في الديدن، توصل طبعا بقى للايه للاكل اللي بيبقى موجود في الايه الديدن. طيب هنا بقى نتكلم عن الوظيفه الثانيه، هبدا ان انا اخد برضو قطاع من الايه البنكرياس. زي ما احنا شايفين نجد ادي الاكزوكراين سيلز، اللي هي السيلز الايه الاساسيه، اللي هي بتطلع الايه الاكزوكراين، اللي هي بتطلع الانزيمز اللي هي الهاضمه. خلاص كده، هو طبعا مزوم هنا بقى على الايه، مزوم على الجزر بقى، مزوم على الايه الايلت اوف لانجرهانز، خلاص كده، او البنكرياتيك ايلت، الجزر اللي بتبقى موجوده في وسط تركيب الايه البنكرياس. لما جه بص على هذه الجزيره طبعا اللي هي الايلتس دي، طبعا وجد ان هي عباره عن مجموعه من الخلايا. عندك في سيلز كده اللي لونها اصفر، دي بنسميها الفا سيلز، خلاص كده، في سيلز تانيه ملونه هنا مش عارف البينك ده بيتا سيلز، في سيلز تانيه مش عارف اف سيلز، مش عارف ايه، واخد بالك، في مجموعه من الايه من السيلز كده. طبعا البيتا سيلز طبعا دي بتنتج الانسولين، مشهور جدا. الالفا سيلز بتنتج حاجه اسمها الجلوكاجون، الدلتا سيلز دي بتنتج حاجه اسمها الايه السوماتوستاتين، في عندنا كمان حاجه اسمها البنكرياتيك بوليبيبتيدايد. مهم ان انا عندي انه الايلت سيلز بتنتج اكتر من هرمون، اكتر من مكون، وبتبدا ان هي ترميه في البلاد فيزل، زي ما اتفقنا هي اندوكراين، يعني بترمي في الدم مباشره. ده برضو المنظر على الطبيعة مباشرة بتاع الايه البنكرياس، ماشي. هتجد برضو زي ما احنا شايفين الايلت سيلز والبانجر هانز بتبقى عبارة عن جزيرة كده زي ما احنا شايفين في النص، وبتبقى عبارة عن زي ما قلنا الايه الفا سيلز وبيتا سيلز، وطبعا بيبقى حوالينا الايه الاكزوكراين بقى بنكرياس، اللي هو اللوبيولز الاساسية اللي هي بتنتج الايه الانزيمز. يعني طبعا انا بحاول على استحياء كده، يعني تحس ان انا ايه واخد بالك بكسوف كده وبخجل، بحاول ان انا ايه اربط لك شوية هيستولوجي على شوية ايه، يعني على قد ما اقدر، شويه هيستولوجي على شويه فسيولوجي ولا حاجه. خلاص كده، طيب لما انت لسه طبعا المفروض هتاخد دور الانسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين، هتاخدهم بقى في علم الفسيولوجي يعني بالايه بالتفصيل يعني، بس انا بحاول بس ايه اربط بس كده العلوم ببعضها يعني.